السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المصمم الفنان في أول ظهور لي في المدرسة. إن شاء الله هنتعلم النهاردة كيفية التخلص من تسجيل برقم مزيف في برنامج إنترنت داونلود مانجر. أول حاجة نخش على البرنامج ونسطبه. بسم الله توكلنا على الله. الإنترنت داونلود مانجر، هنا بيقول ان تم التسجيل برقم متسلسل مزيف، نتأكد نعمل كنسل كنسل، نطلع فوق على أداة التفعيل. شوف ان كانت نسخة 64 او 32، انا عندي 64، اضغط عليها تكيس تكيس ونروح على البرنامج. تم التسجيل نهائي مدى الحياة إن شاء الله. أتمنى التوفيق للجميع بإذن الله. أخوكم مصمم الفن.